حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الشنطه دي. شنطه حلوه جدا، سهله قوي ومش هتاخد خيط كتير. هي واخده 600 جرام خيط سلسله. تعالوا نتفرج على الشنطه من الداخل. تمام حبايبي، تعالوا بقى نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تنوريني وتدوسي اشتراك في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان أي فيديو أو يوصلك على طول. وكمان يا ريت لو عجبك الفيديو تحطي لايك للفيديو وما تستخسريهوش. تمام، تعالوا نبتدي ونقول بسم الله. اشتغل بخيط سلسلة. اشتغل بإبرة مقاس 4.5. اول حاجة هنعمل عقدة بداية، مش هنعتبرها سلسلة، عادي هنشتغلها عقدة بداية وهنشتغل عليها 18 سلسلة. دول كده 18 سلسلة. هنرتفع كمان سلسلة، هيبقى كده معانا 19 سلسلة. هنلف الشغل بتاعنا. هنا في حلقات في الخلف زي ما انتوا شايفين كده، دي واحد، اتنين بغرزة الحشو، تلاتة، اربعة، كده حبايبي دول 18 سلسلة. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا، واول غرزة دي هنعمل فيها تزايد، يعني هنعمل فيها اتنين غرزة حشو. ادي اول غرزة وادي تاني غرزة. بعد كده هناخد اول غرزة دي اللي هي التزايد، هنحط فيها ماركر عشان نعرف الدور ده ان احنا تزايدنا فيه. احنا كده تزايدنا في الدور ده، اول غرزة عملنا تزايد. بعد كده هنمشي غرز حشو لحد اخر غرزة في السطر تحت الحلقتين. بشتغل تحت الحلقتين غرزة حشو لحد ما امشي لاخر السطر. انا وصلت لاخر غرزة معانا في السطر. اخر غرزة دي انا هعمل فيها اتنين غرزة حشو زي ما عملت هنا بالظبط. هنعمل تزايد. تمام، انا كده عملت اول واحده فيها تزايد واخر واحده فيها تزايد. كده السطر ده زاد معانا غرزتين عن السطر اللي قبله، يعني السطر اللي قبله كان 18، السطر ده بقى 20. ابتدي ارتفع سلسله والف الشغل. الدور ده كله هنشتغله من غير تزايد، يعني كل غرزه حشو هي هي هتبقى فوقيها غرزه حشو، يعني 20 غرزه هنشتغل عليهم 20 غرزه. انا كده خلصت السطر بتاعي، هرتفع سلسلة واطلع الدور اللي بعد كده هنلف الشغل بتاعنا. طالما العلامة دي من الاتجاه ده يعني هنشتغل تزايد. اول غرزة هشتغل فيها اتنين تزايد، ادي واحد وادي اتنين، واحط علامة هنا عشان اعرف ان ده تاني دور تزايد. ده للمبتدئين، لكن اللي عارف وشكل التزايد اصلا بيبقى باين او في اول السطر وهنعرف نعده، لكن المبتدئة تحط ماركر عشان ما تتلخبطش. ادي كده ده تاني سطر تزايد.
هنمشي غرز حشو لحد اخر غرزة. غرز حشو في كل تحت حلقتين هنشتغل عليها غرزة حشو. انا كده خلاص فاضل لي اخر غرزة في السطر، دي هشتغل فيها تزايد. طالما اشتغلت في اول السطر يبقى هشتغل كمان في اخر السطر، نشتغل اتنين في نفس المكان. ادي اول غرزة وهندخل في نفس المكان هنعمل تاني غرزة. بعد كده هنرتفع سلسلة، الدور اللي بعده هيبقى ثبات، مش هنشتغل اي تزايد، يعني كل حلقتين هنشتغل فيهم غرزة حشو. نخش تحت الحلقتين كده وهنشتغل غرزة حشو. انا كده خلاص خلصت الدور اللي هو ثبات، هنرتفع سلسلة عشان نطلع للدور اللي بعد كده. هنلف الشغل بتاعنا، هنشتغل دور تزايد، هنشتغل هنا اتنين غرزة حشو وهنحط العلامة عشان نعرف ان ده تالت تزايد لينا. بعد كده هنشتغل لحد اخر السطر، واخر غرزة دي هنعمل فيها تزايد زي ما اتفقنا، وهرجع تاني دور ثبات وهنرجع نعمل رابع تزايد. انا كده خلصت الدور اللي هو ثبات وارتفعت السلسلة ولفيت الشغل، وهنا هنشتغل تاني دور تزايد، دي هنشتغل فيها اتنين غرزة. اللي مش فاهم انا عملت ايه، انا عملت لما كنت هنا وعملت التزايد مشيت السطر كله لاخر وتزايد واخر غرزة، مشيته كله كل غرزة تحت فوقيها غرزة، وهنا بس في اخر حاجة عملت فيها اتنين ولفيت الشغل بتاعي واشتغلت غرز ثبات لحد اخر السطر بس كده. وبعد كده ارتفعت سلسلة وهشتغل في اول غرزة غرزة تزايد، وهحط ماركر هنا ده رابع تزايد معانا، وهنكمل السطر كله غرز حشو تحت الحلقتين. اخر غرزة هنا هنشتغل فيها تزايد، يعني اتنين في نفس المكان. ادي اول غرزة وادي تاني غرزة، وهنرتفع السلسلة ونلف الشغل بتاعنا وهنشتغل عادي جدا غرزة حشو. انا كده خلاص خلصت الدور الثبات ده كله، هرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا. لو عايزة تكبري اكتر من كده بتعملي الدور ده تزايد. انا هعمل بس اربع ادوار تزايد وهكمل الباقي ثبات، يعني انا مش عايزة الجسم الشنطة يعلى عن كده. في حاجة تانية كمان انا نسيت اقولها، انا ابتديت ب18 18 غرزة سلسلة. لو انت عايزة الشنطة اكبر من كده مساحة ممكن تكبري وتخليهم 20 او 22. هشتغل 10 ادوار تاني ثبات، يعني هشتغل لحد ما اطلع ل10 ادوار، 1 2 3 4 5 بالشكل ده. انا هكمل لحد ما اوصل 10 كمان ثبات رايح جاي، وهنرجع نكمل مع بعض. انا كده اشتغلت ادوار الثبات، ادوار الثبات اشتغلتهم 12 سطر، 12 مش 10. ادي 2 4 6 8 10 12، تمام كده انا اشتغلت 12 سطر. بعد كده هنرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا، هنبتدي نتناقص بالقطعة علشان تلم معانا، عايزين الكيرف ده يبقى كمان هنا. فهناخد اول غرزة وتاني غرزة ونطلع بيهم سوا. بعد كده هنشتغل غرز حشو لحد ما نخلص الدور كله ونوصل لاخر غرزة. وصلت لاخر غرزتين في السطر، اخر غرزتين دول هندخل هنا كده في الغرزة هنا دي، هناخد لفة ونخرج، والغرزة اللي بعديها برضو هندخل تحت الحلقتين كده وناخد لفة ونخرج، معانا 3 حلقات على الإبرة هنخرج منهم كلهم، يعني الغرزتين طلعناهم في غرزة واحدة علشان تلم معانا. ده كده اسمه تناقص، ولما كنا بنعمل غرزتين في نفس المكان ده اسمه تزايد للبنات اللي لسه بتبتدي. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا
الدور اللي جاي ده كله هنشتغله غرز ثبات، يعني كل غرزة هنشتغل فيها غرزة واحدة بس. كده خلاص خلصت الدور ده كله ثبات، هنرتفع سلسلة ونلف الشغل اللي بعد كده وهنشتغل أول غرزة تاني غرزة تناقص. وطبعا حطي ماركر برضو في التناقص عشان ما تتلخبطيش، بس التناقص فيه علامة كده اهي شايفينها اللي هما الغرزتين، واحدة طويلة كده دي كده تناقص، وهنا بتلاقي المكان واسع شوية كده والغرزتين في نفس المكان. يعني اللي مش عايزة تحط ماركر ما عندهاش مثلا وعايزة تعرف، هتلاقي غرزتين في نفس المكان اهم تمام، فهتعد. وهنا في التناقص هتلاقي غرزتين، يعني هتلاقي الغرزة معوجة سنة كده والاتنين لمين على بعض، شايفينها الغرزة الطويلة دي. وبعد كده هنكمل لحد اخر غرزتين في السطر علشان ناخدهم تناقص. انا كده وصلت لاخر غرزتين في السطر اهم، هنشتغلهم تناقص. هناخد لفة كده، التانية برضو هناخد لفة وهنعمل تناقص. حطي ماركر علشان برضو ما تتلخبطيش. انا حط ماركر، ده دور اهو الاولاني خالص وده تاني دور كده، انا عملت دورين. احنا هنعمل 4 ادوار زي التزايد، هنعمل 4 ادوار تناقص. ده كده تاني دور، وهنرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا. هنشتغل دور ثبات، يعني فوق كل غرزة غرزة واحدة بس. كده هنبتدي نعمل تناقص. انا وصلت للعلامة اهو، يبقى هنبتدي نعمل تناقص. هناخد اول واحدة مع تاني واحدة ونعمل وهكمل وهمشي بعد كده دور ثبات وهعمل رابع دور تناقص وهنرجع نكمل مع بعض. انا كده حبايبي اشتغلت 4 ادوار تناقص زي ما انتوا شايفين كده، وهنا طبعا 4 ادوار تزايد، وفي النص 12 سطر، 12 مرة رايح جاي تمام. هنبتدي بعد كده بقى نحوطها كلها بغرز الحشو. هنحوط كده لحد ما نوصل هنا بغرز الحشو. هنيجي هنا في اول غرزة دي كده هنشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها دي النص دايرة دي هنشتغل فيها غرزة حشو، وبعد كده شايفين الحلقة دي والحلقة اللي وراها الحلقتين دول اهي، هناخد واحدة من هنا شايفينها والتانية اهي ورا، هناخدها معانا برضو بالشكل ده. واللي بعديها هنا غرزة حشو، واللي بعديها هنا، حوتها كلها كلها بغرز الحشو وهنرجع نكمل مع بعض. بس شايفين بالشكل، انا هكملها كلها لحد ما اوصل هنا بغرز الحشو. انا كده خلاص لفتها كلها بغرز الحشو زي ما انتوا شايفين كده، وعملت هنا اخر غرزة اهي، عملت غرزة منزلقة في الغرز اللي هنا دي كده غرزة منزلقة تمام. انا كده معايا هنا 18 غرزة، وهنا في البداية ده كان البداية، ده برضو 18 غرزة تمام. خلاص كده انا هثبت الخيط ده. خلاص حبايبي انا دي كده عملت ده الامام او الظهر، بتعملي قطعة نفس المقاس بالظبط، هي هي نفسها بكل حاجة بكل تفاصيلها، بتعملي قطعة تاني زيها بنفس المقاس. هنبدأ كده نعمل القعدة والجناب، الجنبين والقعدة هي قطعة واحدة. هنبتدي نعمل عقدة بداية، وبعد كده هنشتغل 5 غرز حشو. عقدة البداية دي مش هعتبرها سلسلة، يعني هعملها عقدة بداية بس.
تمام. وادي غرزة، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. انا دي القاعده معايا كويس، وهبتدي ارتفع سلسله كمان كده، دول 1 2 3 4 5 6، هنشتغل عليهم 5 غرز حشو. 1 2 3 4 5، كده 5 غرز حشو. هنسيب اول واحده دي وهنشتغل الغرزه اللي بعديها غرزه حشو. طبعا عايزه تكبري الجنب او القاعده اكتر من كده، تعمليهم 7 8 9 زي ما انت حابه. كده انا اشتغلت 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5، وهنرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا. وده كده اول دور هنبتدي نشتغل 5 غرز حشو. ادي 1، كده ده تاني دور انا هشتغل وهرتفع سلسلة برضو وهلف الشغل، وهكذا همشي، هفضل اشتغل عدد لعدد 72 سلسلة. الغرز اللي انا عديتها طلعت معايا 72، يعني هعمل 72 مرة رايح جاي، تمام. وهحوطها زي ما حوطت دي بالظبط كده، هرجع احوطها بغرز الحشو عشان بس انا ما اطولش عليكم. يعني انا هكملها غرزه 72 دور، وهكملها يعني هرجع عليها كده من الجنب ده والقاعده والجنب التاني، هعملها بغرز الحشو، تمام. هكملها ونرجع مع بعض. انا كده حبايبي خلاص اشتغلت عدد السطور 72 وحوطتها بغرز الحشو زي ما اتفقنا اهو. ده الظهر بتاعها وده الامام بتاعها. هقول لكم برضو دي طلعت معايا كام سنتي. طلعت معايا 53 سنتي، تمام. كده هبتدي اثبت القاعده والجناب اللي هي دي كده، القاعده والجناب هبتدي اثبتهم في الامام والخلف، تمام، بالشكل ده. واحده هتبقى الاتجاه ده، واحده هتبقى الاتجاه التاني. طيب انا كده هبتدي اثبت. ينفع تثبتي بخيط السلسله ده، وينفع تثبتي بخيط سناره، وانا هثبت بخيط ديفا. ده خيط ديفا نفس اللون، فهستغله وهثبت بيه لانه حلو جدا ومتين مش بيتقطع. ينفع تثبتي بخيط السلسله بابره تكون اوسع شويه وتحطي فيها الخيط وتثبتي، تمام. هبتدي انا اجيب كده،
كده انا ثبت خلاص الجزء ده كده زي ما انتوا شايفين. فاضل معايا بقى الجزء الخلفي اللي ورا. هنجيبه برضو بنفس الطريقة بالظبط. هنخيط خلاص حبايبي، انا كده ثبتها كلها في بعض. خيطت القاعدة اهي بالجناب في الامام والخلف. بصوا عاملة ازاي، شكلها حلو جدا، متماسكة قوي، عاملة زي الباسكت كده. انا بحب خط السلسلة اللي يكون مبروم مش طري، يعني يكون سميكة تمسكيه يبقى مبروم قصادك، مش تدوسي عليه يبطط معاكي وناعم، لا تحسيه محمل وتقيل. تمام، بصوا مخلي الشنطة عاملة ازاي، مش محتاجة تدعم خالص من غير اي حاجة. بصوا يعني شكلها حلو جدا، هي طبعا شكلها باين. كده فاضل ان احنا نعمل القلاب بتاعنا. في فكرة كمان، بس انا مش هعملها. ينفع تعمليها، بتعملي جيب من جوه لو عايزة تعملي جيب، لان هي ما شاء الله واسعة جدا من جوه زي ما انتوا شايفين. فلو عايزة تحطي برضو الجيب، تحطي فيه موبايل ولا حاجة، تعملي قطعة. انا عاملاها في شنطة قبل كده، هتقسم لكم اللينك بتاعها. هتعملي قطعة بالعرض اللي انت عايزاه وهتطلعي بيها وتخيطيها من الجناب وتسيبي الفتحة اللي فوق، هتبقى شكلها حلو جدا جدا. بس انا مش هعملها خلاص، انا هكتفي بالشنطة كده، هي حلوة وواسعة من جوه. هنبتدي نعمل القلاب بتاعنا. تعدي الغرز اللي انت عاملاها هنا، الغرز اللي انت عاملاها دي هي اللي هتعملي على اساسها القلاب اللي انت ابتديتي بيها الشنطة. ابتديتي ب20، ابتديتي ب15، ايا كان العدد هتبتدي بيه عدد القلاب. انا اشتغلت 18 سلسلة، انت كمان ينفع تشتغلي على طول كده، يعني تحطي الخيط وتشتغلي القلاب وتشتغلي رايح جاي رايح جاي لحد ما توصلي للطول المناسب، وبعد كده ترجعي تعملي التناقص بتاعك. تمام، انا بس انا هشتغل القلاب لوحده وبعدين هشبكه عادي جدا. هنبتدي نعمل عقدة بداية وبعد كده هنعمل عليها 18 سلسلة. واحد، دول كده 18 سلسلة. تمام، هرتفع عليهم سلسلة ارتفاع وهنشتغل على ظهر السلسلة زي ما انتوا شايفين، زي ما اشتغلنا في الامام والخلف والجناب، هنشتغل هنا في الحلقة الخلفية اللي ورا دي هنشتغل 18 غرزة حشو. دول كده حبايبي 18 غرزة حشو. وهنرتفع سلسلة عشان نكمل الدور اللي بعد كده، وهنلف الشغل بتاعنا وهنشتغل 18 برضو غرزة حشو في تحت الحلقتين. كده انا وصلت لاخر الدور بغرزة الحشو، هرتفع السلسلة ولف الشغل بتاعي وهشتغل برضو غرز حشو ورايح جاي لحد ما اوصل الطول يعني انا هشتغل كذا دور وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام عشان هنرجع نتناقص في القلاب. كده انا اشتغلت 7 ادوار، 1 2 3 4 5 6 7، 14 مرة رايح جاي. تمام، هبتدي اتناقص علشان القلاب يلم معانا لتحت. اول واحدة هاخد لفة كده واللي بعديها برضو لفة وهتناقص. ده كده اول تناقص من الاتجاه ده. فاضل اخر تناقص معانا في الدور، احنا تناقصنا هنا، هنتناقص كمان هنا. الدور اللي بعده هشتغل عادي غرز حشو كل غرزة. كده انا اشتغلت دور تناقص ودور ثبات، هشتغل الدور ده كمان تناقص.
هشتغل الدور اللي جاي ده كله ثبات، لو انتي بقى بتشتغلي بعدد غرز مختلف بتفضلي تتناقصي لحد ما القلاب يصغر شوية معاكي من قدام ويبقى نازل عامل كيرف هنا كده. تمام، انا هكمل دور تناقص ودور ثبات لحد ما اقول لكم انا عملت كام دور. اشتغلت اول حاجه دور تناقص ودور ثبات، دور تناقص ودور ثبات، وثلاثه تناقص واربعه، ادي واحد اتنين واللي بعده برضو اللي هو ثلاثه. خلاص برضو بتتناقصي بالطريقه اللي انت عايزاها، دي طريقتي انا لسه مجرباها معاكم، يعني مش لازم كل حاجه تمشي بحذافيرها في الكروشيه، لو حسيتي ان انت ممكن تعملي خطوه تفيد اكتر معاكي عادي ما تترديش جربي. بعد كده خلاص انا هحوط كل ده بغرز الحشو. تمام، انا كده خلاص حوطتها كلها بغرز الحشو، وهنا اشتغلت غرزتين وهنا غرزتين في نفس المكان. تمام، خلاص كده وهقفل. هنبتدي نثبت القلاب في جسم الشنطه، وطبعا لو ليكي طريقه في التثبيت عايزه تثبتيها بغرزه منزلقه زي ما تحبي واللي يريحك، انا هثبتها برضو بخيط ديفا. هنجيب القلاب بالشكل ده كده، هنلف ده ظهر الشنطه، ده الظهر، هنحط القلاب بالشكل ده كده وهنخيط. خلاص خلصت القلاب اهو، ركبته بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ اعمل هنا كده يد اتشال منها الشنطة. هنبتدي نجيب خيط السلسلة وهشتغل 25 سلسلة. انا كده عملت 25 سلسلة، هرتفع كمان سلسلة وهشتغل هنا في ظهر الغرزة. انا كده اشتغلت عليهم كلهم بغرز الحشو، وكده انا شغالة 25 سلسلة، وهرتفع وهشتغل تحت الحلقتين غرز حشو. انا اشتغلت كده 7 ادوار، 1 2 3 4 5 6 7، اشتغلت 7. خلاص كده هبتدي اقفل القطعة معايا، هنضمها على بعض بالشكل ده. هنيجي من هنا ونسحب الخيط معانا بالشكل ده كده علشان نقفلها مع بعض بغرزة منزلق. هندخل الخيط ده جوه عشان يتدارى، وهندخل تحت الحلقتين دول وتحت الحلقتين اللي هنا دول، ونعمل غرزة منزلقة، واللي بعديها برضو هنا وهنا.
انا ركبت اليد زي ما وريتكم كده بالظبط. ده شكلها، شكلها حلو جدا. عايزه ما تركبيهاش وتستغني عنها زي ما تحبي اللي رايحك، بس انا حاساها مديه شكل للشنطه حلو قوي. كده فاضل ان احنا نركب لها القفل. انا جايبه قفل معدن، طبعا الحديدة بتاعته دي بتثبته اكتر. انا كده خلاص ركبت القفل. فاضل بقى نركب دي حلقات سهلة الفتح مدورة. عايزه بقى تركبي لها في القعده دبابيس زي دي كده تبقى في القعده، ركبي لها. انا شايفاها يعني شكلها حلو من غير ما نركب لها دبابيس. فاضل بقى نركب لها اليد بتاعتها. شوفي انت عايزه تعملي يد حبل لاسيه روماني زي ده كده، ممكن تعمليه، انا عاملاه كذا مره. عايزه اقيسها لكم قبل ما خلاص، يعني بعد ما خلصت خالص. العرض بتاعها 24 سنتي، والطول بتاعها 22 سنتي. تمام كده حبايبي، خلصت الشنطه معانا. انا شايفه شكلها حلو جدا وعمليه وهتشيل حاجات كتير قوي. بصوا واسعه ازاي من جوه، وبعدين شوفوا التشطيب بتاعها نظيف ازاي، مفيش خالص اي خيط يعني انا اكيد دي مش شله واحده، دي كذا شله. وانا طريقه توصيل الخيط حلوه جدا، هوريها لكم في فيديو مخصوص انك توصلي الخيط من غير ما يبان. ده الفينش بتاع الشنطه خلاص كده. وكده حبايبي الشنطه خلصت معانا، سهله جدا ومخدتش خيط كتير. هي كده واخده حوالي 600 جرام خيط، يعني مش كتير، ما يعني نص كيلو وشويه. الشنطه خفيفه جدا مش تقيله خالص، مع ان خيط السلسله المفروض بيبقى تقيل. لو هتعمليها بخيط مكرميه مش هتكمل معاكي النص كيلو، يعني هتجيبي نص كيلو وهيفيد كمان منك شله او شله ونص. خلاص كده حبايبي، يا رب تكون الشنطه عجبتكم ويكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وسيبي لي كومنت قولي رايك ايه في الفيديو. وانتظروا ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.